أنت ذكرت أنك تنزل إلى الميدان وتطلع على هذه المشاريع الشبابية، نعم وبلا شك نعم نعم تستمع أيضا لبعض التحديات التي قد تواجه أصحاب الأعمال، خاصة هذه المؤقتة خلال موسم الخريف. حدثنا عن التسهيلات التي تقدمونها كجهة معنية. حقيقة إحنا في موسم الخريف استحدثنا تراخيص العمل المؤقتة لاستخدام قوى عاملة غير عمانية. الهدف من هذه الخدمة التسهيل لأصحاب الأعمال ودعما لهم لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات والمنتجات. أكيد إحنا تكلمنا أنه موسم استثنائي، إقبال سياحي كبير. الإقبال السياحي الكبير معناته زيادة على الطلب على الخدمات والمنتجات. اليوم إذا نضرب أمثلة بسيطة، يعني اليوم المقاهي أو المضابي أو الأكشاك إذا كانت تحتاج قبل موسم الخريف لعامل أو عاملين، في موسم الخريف بيحتاج إلى 15 أو 20 عامل في بعض الأوقات، حتى ممكن أنه يقدر يوفر خدمة لزبائنه.